مرحبا، شو زياكم؟ للأسف الماضي يعيد نفسه. طرد الفلسطينيين من فلسطين اليوم هو نفسه طرد اليهود من العراق. أحكي لكم قصة صارت ببلدي أنا، يعني بالعراق، سميها سنة التسقيط أو سنة الدقة، يعني أو سنة النهيبة. يعني النهيبة معناها السرقة. أول سنة حكم بيها حكم عبد الكريم قاسم الزبيدي. عبد الكريم قاسم، إحنا العراق كله 250,000، كله يعني كان في وقتها التعداد مالتنا 250,000. عبد الكريم من إجا طرد 150,000 عراقي اللي هم ديانتهم يهودية، والبيوت مال اليهود ظلت في العراق. بعدين صدام طاها عدد كبير من الفلسطينيين، فلسطين باعوها وسافروا، يعني حصلوا بيها لجوء بدول اخرى او استثمروا بيها، يعني وبعضهم بعدهم ساكنين بيها. بس ما اعرف هل هناك فلسطين بعد العراق، ما اعرف. يعني انا هم يعني تركت العراق فترة طويلة. فاللي صار انه عبد الكريم قاسم استولى على كل شيء منقول، غير منقول، سوري، يعني اي شيء غير منقول استولوا عليه، واي شيء منقول داخل البنوك، يعني اي شيء منقول داخل البنوك استولى عليه، واي شيء غير منقول مثل الاراضي، البيوت، المحلات ايضا استولى عليها هو، يعني وحطها بحسابه. هو نفسه سكن بواحد من بيوت اليهود، هو نفسه يعني عبد الكريم. عبد الكريم قاسم يعني ما يعرفه، هو ضابط عسكري ورئيس وزراء العراق، وهو القائد العام للقوات المسلحة العراقية، واخذ تقريبا 6 مناصب في وقته. يعني هو بالضبط المهيب الركو سبعين هاي كلاوات، ايه هو 6 7 شغلات اخذها يعني بوقتها، يعني مثل الطفل يعني جاي وما يعرف، هو مو سياسي. فطب فهو شكو موجود اخذها، يعني شكو منصب كبير اخذها، يعني لحد يعني عندي كتلة او احد ياخذ مكان، شلون هو كتل الملك يعني. اخذ مناصب من سنة 1958 1963، ويعد اول حاكم عراقي بعد الحكم الملكي. يعني احنا من الحكم الملكي من راح، يعني في كل الشرق الاوسط اي دولة تخلى عنها الحكم الملكي تعيش اليوم فشل رهيب. يعني معظم الدول يعني اليوم تحت الملكية تعيش ظلام، خلينا نختصرها يعني. وبقت صارت ثورة رشيد علي جيلاني، وهي ثورة وطنية، واحد ابرز الاحداث التي غيرت تاريخ العراق للاسوء. بدأت في العراق في شهر فبراير واستمرت لغاية 2 أيار 1941، ونتج عنها اسقاط عبد الاله الوصي. عبد الاله هو خال الملك فيصل، اللي هو فيصل كان بوقتها يعني مراهق تقريبا. وشكلها حكومة جديدة برئاسة رشيد علي الجيلاني، وسميت هذه الثورة عامية دقة علي الجيلاني. وقام رشيد بالتعاون مع الأردن مع الملك حسين. خل أشرح لكم شيء، أنا أحترم جدا الملك حسين، بس في وقتها الملك حسين كان أكو غيرة شديدة بين الملك حسين وفيصل. الملك حسين هم كلهم هاشميين، فلهذا هم كلهم ترى من الحجاز، يعني من السعودية اليوم. يعني الحكام كانوا يجون من الحجاز، ما يحكموا العراق من العراق. فاللي صار اللي انه كان اكو مشاحنات شديدة، ليش فيصل اخذ العراق هو وابوه، وحسين الطو ترابة، حسين الطو صحراء، يعني الاردن صحراء لحد اليوم، الاردن صحراء، يعني مو ديش العظيمة، يعني يعني دولة عظيمة، دولة دائما ضعيفة، يعني دائما تستسقي الأشياء، مثلا الكهرباء يأخذون من العراق، المياه يأخذون من العراق، ما عندهم أي مصادر، يعني دولة فقيرة. يعني هو الملك حسين سوى من مشي شيء، يعني سوى من ماكو، من صحراء، دبوب صحراء، يعني ما لها أي قيمة، يعني سوى ماكو. فوقتها يعني كانوا هم أصدقاء، كانوا يجون حتى كمنطقة اسمها السلتشية، كانوا دائما يجون يصيدون الملك حسين والملك فيصل. كان الملك حسين خلال فترة تقريبا 9 لـ11 بسبب الحرارة يجي بغداد، يظل يقعد ويا الملك فيصل. اللي صار انه الوجه كان شكل والظهر كان شكل، يعني انه حسين غدر بفيصل. حسين من صارت الشغلة مع علي الجيلاني سرع المهمة. الملك حسين لو بس عزل نفسه ما مسوي شيء عشان ما سقط فيصل، بس هو باع، يعني باع لهم، قال لهم اوكي سقطوا،
وسوى معاهدة ويا الجيلاني ويا عبد الكريم. اتحاد فيدرالي بينهم، يعني سوى اتحاد فيدرالي بينه وبين علي الجيلاني، بينهم الانقلاب العسكري سوى عبد الكريم. يعني كان عبد الكريم من صار القتل وصار الانقلاب، كان الملك حسين ومع انهم قرايب الملك فيصل، بس هو كان يعرف مسبقا بالقصة وكان يعرف كل اللي حيصير، يعني يعرف انه اهله حينقتلون، بس وافق، يعني وافق. هو قال لهم اوكي مشوا الشغلة وخلاص، ما اعرف شو كان الاتفاق، اعتقد كان الاتفاق انه ممكن يعني انه يجي يحكم العراق او شيء. يعني بعدين هو سحب نفسه، يعني هو كان مراهق طفل من صارت هاي الشغلة وسوى شغلة يعني ما اعتقد كان مسؤول عنها، واعتقد ندم عليها لاحقا، لان يعني صدام اجى صدام يعني كان مو سهل، يعني صدام ما كان سهل، ولا هو كان علاقته كلش طيبة بصدام، وما زالت يعني علاقته جدا طيبة حاليا، هو يسند بناته ويصرف عليهن، فعلاقته طيبة بصدام. قصة يعني قصة. أول ما انكتب الملك فيصل أعلنت الجمهورية عام 1950 و51، ونحو 120,000 يهودي عراقي غادروا العراق. طبعا عبد الكريم ما كان سهل، يعني عبد الكريم يعني سوى كل الطرق اللي ضد حقوق الإنسان من إخلاء اليهود، كل شيء يعني، يعني بسبب ماكو فيس وماكو انستغرام وماكو تليفون وكذا، فما حد كان يقدر يحكي، ما حد كان يقدر يعني يقول أي شيء يعني عن القصة يعني. وكان بالعكس من سر الدقة سر الطعن حرب، ينكتب بالكتب إنه حرب عظيمة، وناس أبرياء طلعوهم باقوا أموالهم وطلعوهم، يعني هم بالتاريخ يعني كان عندنا كتاب اسمه فلسطين، عند يدرس لنا اياه زمان صدام، فكله تاريخ. ومنو كاتب التاريخ؟ عبد الكريم كاتب التاريخ وصدام. تصور الحال، بس تصور الحالة يعني، غسيل دماغ درجة أولى، يعني غسيل دماغ غسيل دماغ. بعدين اللي صار، صارت عملية وراها اسمها التسقيط، اللي هي سنة 51 بالضبط. التسقيط انه اي شخص يحمل الجنسية اليهودية عراقي يتم تسقيط الجنسية العراقية عنه. فهم 150,000 فسقطوا جنسيهم هم داخل العراق، يعني هم داخل العراق سقطوا الجنسية، بس 30,000 ظلوا، يعني يعني 30,000 ظلوا، اللي سوى نفسه صابئي واللي سوى نفسه اساس مسلم، وهاي يعني بس يجون يتقون شر عبد الكريم. بس انه القضية عبد الكريم كان يعني مقابل، كان هو يقلد هتلر، يعني على اساس يعني انه هو يصير سكند هتلر، يصير نسخة اخرى من هتلر، يصير سكند مال هتلر، يعني احنا بالعراق يقولون سكند يعني سكند. واخذ ال واي شخص يتم تسقيط جنسيته ياخذ كل امواله المنقوله وغير المنقوله. عبد الكريم سوى السلام الهتلري اللي هو رفع الايد بهاي الطريقه، يعني اللي هي هاي السلام النازي، يعني سواه سلام بالعراق، يعني كان بالعراق صار هذا السلام هو السلام الرسمي بالدولة. يعني شوف عبد الكريم دائما الناس ترفع الايد بهاي الطريقه، اللي هو كان السلام النازي يعني انتشر بالعراق، يعني هاي كارثة، يعني كارثة إذا واحد سوى هيك بأمريكا أو رفع إيده بهاي الطريقة تعتبر كارثة يعني. فسوى سجون التعذيب على أساس يعني يريدون يسوون مثل السجون مال التعذيب مال هتلر، فسوى فتح سجون التعذيب. يعني كانت شيء يعني قذر جدا، قتل وتهجير قسري. بعدين يعني سوى فد شيء، وهذا شيء مخابراتي ذكي جدا، سوى شيء اسمه غسيل الدماغ، يعني بدأوا يغسلون دماغ المجتمع انه هذول الناس اللي هم منهم وبيهم اللي هم عراقيين، اثنين عراقيين، انه هذول سيئين، ياكلون لحم خنزير، دول يشربون واليهود يستنقسون الخنزير اصلا، واليهود المؤمنين يعني هسه شوفوا بامريكا متدينين حتى كحول ما يشربون، ما ابدا مستحيل، يعني المسيحيين يشربون بس هم ما يشربون يعني. والمحل اللي يبيع اي نوع انواع الخنزير ما يطبوا له، يعني محل يبيع خنزير ومثل بامريكا ويبيع لحم، فاجي اشتري لحم شو اللي علاقه اني؟
هم لا لازم يروحون لواحد جزار يهودي يبيع بس يعني بس الأشياء اللي ما تتضمنها الجمل وال الجمل وال شو اسمه الجمل وال والخنزير، يعني لازم لازم عندهم كلش، يعني هم عندهم كلش يوهسون يعني بشكل مو طبيعي. يعني مرة أنا صديقي مثلا يهودي مرة، فإحنا قاعدين حفلة، ورجل سياسي أمريكي، فإحنا قاعدين فهو قاعد يمي في رأس السنة في حفلة، فنزلوا أكل، فأنا نزلوا الأكل، فقالوا لي يابا هذا شو اسمه خروف، هو خطية ما أعرف ليش، هو من دون مود لا إله إلا الله وأزلوا له خنزير يابا. وإحنا الحفلة كلها هو يتعارك ويا شو اسمه يتعارك ويا دول الكاشي دول اللي يسموها البويات، شلون انتو اهانة الي، اني رجل سياسة، اني كذا، وانتو تجيبوا. قلت له عم يستهدي بالله، خلصت الحفلة وتتعارك وماكو. ظل يعني شاد وياهم الى ان جابوا له ديش رومي، يعني الى ان جابوا له ديش رومي تقريبا، جابوا له اياه يمكن نهاية الحفلة يعني، وما اكل خطية يعني كلش مخور. وصار بعدين شعار انه الازاله بحد السيف، يعني شيء اسمه الازاله بحد السيف، يعني قام ما اسمه ممكن يضربوهم، يعني كان اكو شعار بالعاميه اسمه يقولون اطقه بالسيف، اللي هو القتل بالسيف بالليل، من يرجعوا من شغلهم او شيء قتلوهم بالسيف، يعني يضربوهم بالسيف، يعني هيك يغدروهم، فعم يطلعوهم. فبعدين يعني صارت بعدين يعني الحالة تدهورت جدا بزمن عبد الكريم. أخير شي صار شي اسمه الفرهود. الفرهود هاي كان اليهود يعني طلعوا بس بقوا 30,000، 120 طلعوا، بال 30,000 ظلوا. فمن صار الفرهود وقع على 30,000، ما وقع على كل 120. 120 عرضوا للاضطهاد بس ما تعرضوا يتعرضوا ل30 البقية. الفرهود كارثة، يعني كارثة يعني بكل المعايير، يعني وصل انه فتيات قصوا ايديهم بس عم يبقون الذهب منهم، يعني الجيش السراق تيبوق على السريع، يعني جماعة عبد الكريم والهاية والبعثيين والقوميين ما شنو جوي، يعني بس يبقون على السريع. وهذا شخص يهاجر، فمثلا صوار عاصب ايد ابنه، فيضطرون يقطعون الايدي مثلا مال البنات او اصابعهم بس على مود يبوقون القطعه الذهبيه او الكذا، يعني وصلت لهالدرجه الانسان وهديتي له الحق بالقتل. يعني واو، يبدع يبدع، مبدعين البشر الطيحان حظ. العراقيين اليهود رصدوا المراقبة بزمن صدام، ظل اكو يهود بالعراق، يعني كان اعدادهم كلش قليلة، يمكن 300 400 واحد اكو. فنزلوا قانون اسمه الرصد والمراقبة، الخوف من التعامل مع العدو الصهيوني، شلون صدام خايف فقير عند البيت اهله. بعدين هذول اللي تقريبا هم 300 400 صارت اعدامات عليهم دق، يعني الاعدامات صارت عليهم تقريبا قضوا 150 منهم، يعني هم 300 شخص قضوا 150 منهم. بعدين يعني حتى كانوا متورطين بدون يغادرون، ما يعرفون شلون يغادرون. من 69 الى 71 مغادرة بقى اليهود العراقيين. في 1948 اعلان اسرائيل، 1948 اعلان اسرائيل، كان عدد اليهود الموجودين في العراق يبلغ 150,000 شخص، وبعد 3 سنوات كان 96% منهم قد رحلوا وهاجروا، ومن تبقى منهم بعد عام 2003 واسقاط نظام صدام حسين، وكان عددهم 13 شخص فقط من كبار العمر. هاي القصة مال اليهود بالعراق نفسها تنعاد بس مع الفلسطينيين. وين راس وين مربط الفرس؟ مربط الفرس يا جماعة الخير، اكو شيء اسمه الكارما، قانون اسمه الكارما، اتمنى تراجعوه. هذا القانون اني يعني لمسته بايدي، يعني اني هذا القانون اني تم تهجيرني العراق، انا عايش حاليا برا، اي شيء حتسوي للناس حيرجع لك، يعني لا تفكر هوايه، اي شيء حتسويه حيرجع لك، تاذي حتتاذى، يعني تقتل الحين قتل الناس من اهلك، كل شيء حتسويه هو حيرجع لك، حيرجع لك يعني 100%. بالقران الحسنه اثر الحسنه، السيئه اثر السيئه، فماكو الله عنده قانون، يعني شلون لولا بيت، يعني تسوي شيء تشمر شيء يرجع لك الشيء المناسب اللي شمرته، يرجع لك من غير شخص، من غير سيستم، في غير وقت، يرجع لاولادك، يرجع لاحفادك، وهكذا. فلذا اقول يا جماعه الخير، السلام حلو، يعني السلام حلو، يعني
أن تكونون مبتزين وقتلة وتشتمون وتفشرون وتسبون وكذا، ما حلوة. وأريد أقول شيء، دولة السعودية من الدول اللي حاليا تتجدد يعني، ونشطة وناجحة جدا وكذا. واللي صار هو يعني صارت حركة رعنة لإجهاض مهرجان الرياض، وهو مهرجان صار له سنة تقريبا، إذا يعدوا له اللي يكون هسه يسوون السعودية نوع من أنواع يكون مواجهة. اللي صار يعني إجهاض للموسم الرياض، وتم الإجهاض يعني شفت موسم الرياض كان هنا في أمريكا، هو في كل بيت تقرأ الطبول إنه موسم الرياض جاي بدون يعرفون شنو الخطوة الجاية. أصدقائي تقريبا 7 من أصدقائي هنا أمريكان للجنسية، ماخذين دورات عربي وكذا، انتقلوا للسعودية قبل سنة تقريبا. يعني معظم أصدقائي إذا ينتقلون السعودية واحد بعد الآخر يعني بسبب تطور السعودية السريع يعني. فالأمريكان هاي، فالناس كانت منتظرة موسم الرياض ومنتظرة، وبعد اللقاء مال الملك الولي العهد سوري حكى عن قضية خشقتش، كانت هاي القضية كلش يعني ثائر الوضع، يعني كان الوضع مضطرب بسببها. ففجأة هو حكى الموضوع، حكى قال كذا 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 كذا، وضح الموضوع. كلارنس قال يعني هو كل الشفافية اللي حطها على الطاولة كانت شفافية عالية جدا. وحكى هو أشياء، أكو أشياء كان لازم ما يحكيها حقيقة، خاصة الثراء والطرق الرايتنج والكذا اللي هو يعني يفهمها، كان ما يصير هالقد يحكي كل اللي عنده، لأنه هناك سياسيين في أمريكا معظمهم فشلة يعني. سياسي مثلا تلقاه حشاش وسياسي، وتلقاه مثلا عنده أشياء سيئة مثلا سيء السمعة مثلا، احنا بالمجتمع الأمريكي نعرف شنو قصته. هو طلع يبرد كان ألماظ يلمع، هواي حكى هواي شغلات، أني ما كنت موافق على كل الأشياء اللي حكاها، يعني رأيي مو مهم، بس إنه يعني إنه هو هواي لماع جدا لماع. بس أهم خطوة هي هو سوى الكلرنسي على يعني الشفافية صارت على قضية خاشقجي. لكن اللي صار إنه تم إجهاض موسم الرياض، ما حقول ليش وشلون وشنو صار، لكن يعني نوعا ما أنا حسيت إنه كان المقصود هو ولي العهد، يعني مو حتى مو موسم الرياض، يعني حسيت إنه المقصود بالقصة هو ولي العهد. يعني ليش ما افتهمت شنو القصة، يعني كأنما شخص هاجم شخص لأن هذا الشخص مسوي نوع من الإبداع، وكانت الهجوم قاسي يعني، يعني بحيث يعني قاسي جدا يعني، هاي الحقيقة يعني، خلينا نصير واضحين. أنا أتمنى للجميع يعني الفلسطينيين واليهود أن يتفاهمون، يحطون، أتمنى أن يكون في يوم من الأيام الفلسطينيين سياسيين جيدين يقدرون يديرون القضية الفلسطينية. فلسطين تستلم مليارات الدولارات سنويا تبرعات، مليارات الدولارات يعني، وماكو بيت فلسطيني قاعدين بخيم وقاعدين بشوخ تعبانة وقاعدين في مؤسسات، ما عندهم غير مستشفى واحدة. يعني تخيلوا انه هاي المبالغ تروح لإسرائيل، كان إسرائيل سوت يعني. أتمنى أن يكون عند الفلسطينيين انه ربع نتنياهو، ربع يعني ربع نتنياهو عنده مواطنة، عنده نوع من مواطنة، ويدير باله على هالناس الفلسطينيين. حرام صار بيهم، الناس انجرت مثل النوق يعني، وانذبحت مثل النوق بالموسم مال الحج، والله العظيم يعني الناس انذبحت ذبح يعني بسبب قرارات سيئة، مجرد أطفال دا يلعبون ما دا يعرفون شلون يديرون قضيتهم. فجأة ألقى إنه سياسيين يطلعون يصلون 50 واحد مخطوف، زين يا أخي العرب، أنت خطفلك 50 وفكيت حرب، انت مصر فشلت امام اسرائيل بزمن قبل مش كده، قبل 60 سنة، مش كده بالستينات يعني، قبل فوق يعني فوق 60 سنة فشلت. حتى سألوا هذا شو اسمه الفهد الاسود كان يسموه رئيس الدولة، فقالوا لهم، فهو كان راكب طيارة كنكتة مشهورة، قال لهم احنا في سينا، سأل الطيار قال لا احنا ضرطنا.
فصارت النكسة وطبت في كارثة هاي من زمان، ومصر دولة عظيمة يعني، وما قدرت كل شي تسوي. انت من رحت خطفت يعني، مع احترامي لك، رحت اختطفت ناس، ما فكرت منو حيدافع عنك؟ ما انت ما مفكر يعني انه السيستم شلون حيندار؟ انت متخيل انها حرب شوارع وكذا، انت متخيل القضية، انت متخيل انه كذا، بس انه القضية انه اكو اطفال انقتلت، اكو ارواح راحت، اكو ناس انقتلت، اكو ناس ماتت يعني بدون سبب وجيه. اتمنى تكون رسالتي وصلت انه السلام حلو، اتمنى تكون رسالتي وصلت انه ما يصير احنا نتخذ قرارات ويكون ماكو يعني، مدى اعرف وين القصة يعني، انا يعني مدى اعرف وين الخلل يعني لحد الان. يعني الصورة الكبيرة انا دا اشوفها صورة معينة، والصورة الصغيرة صورة معينة، والصورة الوسطية صورة اخرى، فلحد الان يعني القضية كلها تدوخ يعني. بس اللي عارفه 100% الضحايا كانت كارثية، الضحايا من الجهتين يعني، من الجهتين الإسرائيليين ومن الفلسطينيين العاديين، بوث الفلسطينيين اليهود والفلسطينيين المسلمين، كانت عدد الضحايا يعني أني يعني شخص واحد إذا توفي يأثر بعائلة مدى الحياة، فكيف هذا الكم يعني؟ ما أعرف يعني، أتمنى إنه يعني يلقون حل، وأتمنى يكونوا بسلام، وأتمنى يعني أصلي لهم كل يوم إنه يكونون في وضع أفضل، وأتمنى للجميع حياة أحسن، أتمنى للجميع حياة أحسن، وأتمنى يكون عندكم الأموال الكافية يعني إن تشترون الأشياء اللي تحتاجوها، وأتمنى يكون عندكم مساكن جيدة تعيشون بيها، وأتمنى تكون الأرواح المساعدة دائما دايركم تحميكم وتحمي الكل. أحيي ملك السعودية، وأحيي ولي العهد، وأحيي السعودية على هذا الجهد العظيم، أحيي الفلسطينيين على الصبر اللي عندهم يعني، عندهم صبر رهيب. أتمنى للجميع أن يكون حل، أتمنى من لأنه فلسطين ليست قضيتنا حقيقة الأمر، فلسطين قضية الفلسطينيين، مثل ما العراق كان قضية العراقيين وتحملنا المسؤولية. يعني أنا من الناس تحملت مسؤوليتي أنا كعراقي وهربت من العراق، لأنه مشتعل نار، قهب نار من أول لآخره. يعني في وقت من طلعت أنا 2006 من طلعت العراق، كان العراق تحملت مسؤولية، قلت أوكي مسؤوليتي إني أحمي نفسي، مسؤوليتي إني أحمي نفسي وطلعت. فأتمنى من الساسة الفلسطينية يتحملون المسؤولية، أتمنى من اليهود يتحملون المسؤولية، أتمنى من المسلمين الفلسطينيين يتحملون المسؤولية، أتمنى من الجميع يتحملون المسؤولية. ترى فلسطين مو يعني صدام كان سوى هذا الكلام مال فلسطين قضيتنا، بس هي لا قضيتنا ولا قضية أمي ولا قضية خالتي، هي قضيتهم هم، ولازم يتحملون المسؤولية لازم يعني. يعني يوم أنا أطلع أقول سوريا قضيتنا، ليش سوريا ما حد خطية قلبهم يعني؟ ليش؟ سؤال، ليش ما حد قلب السوريين احترقوا وحرقوهم مثل الحطب؟ ليش ما حد قلبهم يعني؟ ليش العراقيين احترقوا مثل الحطب ما حد قلبهم؟ ليش اللبنانيين يعني طبوا السوريين عليهم، السوريين يعني دا يستنزفوهم استنزاف، والدولة اللبنانية دا توقع يوم بعد يوم بسبب الاستنزاف السوري. ولحد الآن السيد الأسد ما تحرك، ما تحرك، يا بتعالوا رجعوا يا بلقى حل يعني. هذا مو وضع، انت خطية دولة، الدولة اللبنانية يعني، اللبنانيين طالعين بكل مكان بالعالم يشحتون، يروحون يشتغلون بكل دول العالم، ودولتهم خطوها السوريين. طب يعني مو حرام؟ خطية يعني، خطية يعني. انت يا أسد يا أستاذ يعني، انت تحمل المسؤولية وشوف حال دول الناس شلون ينحل يعني. شوف يعني ما معقول احنا امريكا تستلم 2000 لاجئ سنويا، 2000 لاجئ سنويا، ما معقولة 3 مليون سوري طبوا لبنان وهي دولة صغيرة؟ احنا امريكا قارة تستلم 2000 شخص سنويا. لبنان احنا صبحنا الصبح، ليس اذا كان بلبنان صبحنا الصبح قلنا يا الله طبينا لبنان. شت اني قاعد بمنطقة اسمها الدكوانة، فاني قاعد هناك، فاني كل يوم اصعد بالليل اشم ريحه الجاردينيا، اللي هم يغسلون الشوارع بمي يضيفوا لك رائحه من الجاردينيا، غير انه الجاردينيا ورا العماره كانت هوايه. ف
فأنا أصعد بالسطح، ما شرفتي ما تطل على الحدائق، فأصعد للسطح أشتم الجاردينيا، فصعدت السطح وإلا الزبالة، ريحة الزبالة وصلت ظالين، شنو القصة؟ ما ندري. ثاني يوم الصبح شفت عدد الناس اللي طبت للشارع وأجرت بالمئات بالمئات، يعني السوريين ملوا الشارع. تصور انه يعني ماكو سيارة زبالة تقدر تلم كل هالزبالة، يعني عوائل تفرز شي ما متعودة عليه لبنان. لبنان هي كلها كبرها وما متعودين على هالكم، يعني الكم كان هائل يعني وكل مكان، وبنفس الوقت هم ضحية يعني السوريين، يعني ما تقدر تحكي شي، ما تقدر تقول شي يعني. بس انه يعني لحد الان دا اشوف كل الرؤساء كل السياسيين ما يرضون يتحملوا مسؤولية شغلهم. انت ليه سياسي يعني؟ انت شغلتك تتحمل مسؤوليتك ومسؤولية الاخرين، لما تفوق لك فلوس على مود يسموك تاج الراس ما ادري شنو، لا انت تفوق لك فلوس تستلم راتب مقابل انه انت تدير العملية السياسية، انت غير كفو، اطلع من فضلك تحمل مسؤوليتك وتدفع. فلسطين انا وياك يعني ليست قضيتنا وليست قضية اي شخص، فلسطين قضية الفلسطينيين، ولا واي دلال زايد الهم من انتو تقول لهم اوكي روحوا سووا اللي يصير مثل ابو مصر ليش يسوي هالشيء، روحوا سووا اللي يعني ايش اسمه، واني اوقف لكم بيوم اللي سووا المصيبه. ابو مصر ما يقدر طبب له كم واحد مريض، وما يقدر دوله طب عندك شلون يعني؟ يعني هو كان يقولهم لازم يقولهم بالبدايه تحملوا مسؤوليتكم، تحملوا مسؤوليتكم، ما يجوز الصار، هذا كان خطأ. شكرا. Thank you.